دينا لسه بسألها عندها 15 سنة ومحدش يعني يعرف العمر ده طول ده مش 15 سنة. عايزة أقول لك إن أنا ولينا مثلنا مع بعض وهي بيبي في فيلم هبتة، فلما رجعنا تاني نمثل هنا حسستني إن الوقت عدى قوي. بس لا 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 هي طويلة بس سيز غنطوطة وجميلة. أنت يعني صورتي معاها وهي لسه صغيرة دلوقتي بتطول يعني. لينا جميلة وبجد بجد إحنا الايام بتاعه المسلسل دي كانت ايام تحفه وشي سو تالنتد ولا بجد والله و نهايه لا اوعي تحبي تقولي لها اقول لها ايه يعني اقول لها تقولي لسه هتعيطي هي موجوده كده جمعنا الثلاثه بتاع كامل العدد ده ايه اللذاذه دي انتوا جبتونا الخاله وانتي دينا تقولوا لهم ايه هما الاثنين متجمعين معاكي النهارده ونجاح كامل؟ بحبهم قوي ووحشتني ايام التصوير بجد لان احنا كنا بنبسط قوي قوي قوي. ايه اكتر حاجه فاكرينها حصلت في الكواليس؟ اليوم اللي احنا رحنا المول فيه والرقص والتمرين للرقص كان قعدنا نتمرن على الرقص دي كتير جدا يوم كامل يوم كامل فرهده كامله بسبب لينا. يمكن احنا بنشوف نجمات كتير الفتره الاخيره بيهتموا ان هم يطلعوا كوادر. دينا مدى اهتمامها بدوت يمكن عندنا لينا يعني انت لسه بتقولي كانت معاكي في هيبتا دلوقتي موجوده. لينا مش محتاجاني ولا محتاجه حد والله. لا والله لا علينا اداء طيبه مع كل الناس وما فيش حد بيقول حاجه وحشه على دينا شربيني عشان لو حد قال حاجه وحشه على دينا شربيني تعمل معايا. تعملي ايه لما بتلاقي تعليقات انت قلتي يعني هتفرق معايا في ايه دينا شربيني؟ انا بليا بشوف اوقات بزعل واوقات بقول خلاص الحياه حلوه وننسى لا لا دي خطيره انتوا استنوا بس شويه لا بجد. وكان عندها مشاهد صعبه جدا في المسلسل وبجد انا كنت ببقى مبسوطه بيها قوي لما بلاقيها بتعملها من اول شوت. لا بجد بجد مش بقول كده والله بقول كده حتى من وراها. حاجه مش عايز اطول عليكم، ايه اكتر موقف او مشهد هي اديتك نصيحه والعكس انت قلت لها ايه؟ نصيحه ما اديتهاش نصيحه لا I don't think ان انا اديتها. احنا كنا بنتكلم هي زي صاحبتي يعني بنتكلم عادي مش عارفه ما مش فاكره احنا بنتكلم كتير قوي انا مش فاكره الكونفرسيشن بتاعتنا. اشكركم جدا نورتونا. شكرا شكرا.